بشكرك يا شيف، شكرا جزيلا. وتصريحات لكابتن حمزه الجمل. كابتن ابو ريشه، تعليق صغير منك. انا هو حمزه حبيبي طبعا طبعا، بس عايزه يقل شويه. يعني ما ينفعش كل ماتش اقول الملابسات اللي حصلت في الماتش، والملابسات اللي حصلت قبل الماتش، صح، والملابسات اللي حصلت في التمرين، صح، وقلت لبس كان فيها ايه، وانا عملت ايه. ما ينفعش. انا مدير فني لنادي كبير، الطبيعي ان انا اتكلم في اخر موسم. جيت في وقت، ولو في حاجه مهمه يعني جيت في وقت حرج، والدنيا مشيت كويس، والحمد لله بقينا في وضع اقوى بكتير قوي من الاول، واقوى كتير قوي من التوتر. لكن انا اجي في اخر الموسم كمدير فني بقى كبير للنادي الكبير، انا بقول حصل معايا في خلال الموسم الماتشات كذا 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 كذا، وتعاملنا معاها بكذا وكذا بس خلاص. لكن مش كل ماتش لازم اطلع، صح؟ يعني لازم اقلل صح شويه. هو عامل حاجه كويسه طبعا الحمد لله، ومحترمه جدا، لكن لكن محترم، محتاج شويه ان هو يقلل بقى من التصريحات، هو واللي موجودين في النادي، لان التوقيت ده كله زي ما بنتكلم حد رئيس النادي، الموضوع حرج جدا في التوقيت ده ان انت تتكلم كتير، صح.